في ده. احنا اتكلمنا على نقطة قبل الفاصل مهمة، خلينا كمان نكملها لان الوقت تقريبا فاضل فيه 3 دقايق على انتهاء الحلقة كلها. شق النفسي والعامل النفسي، وكنت بتقول قبل الفاصل ان لو في مدير فني جه استوعب النقطة دي عند اي فريق او في المنتخب، اللاعب المصري ممكن ان هو يروح حتة تانية خالص. طب اشرحها لنا اكتر. فيتوريا انما الى علم ان هو بيدور يعني او بصدد ان هو يتعاقد اخصائي نفسي، يعني اخصائي نفسي، وده اللي عمله جوزيه فتره ونجح فيه بنسبه كبيره. لكن اهم حاجه التعاطي مع هذا الامر. يعني احنا كمصريين دايما بنخاف من الطبيب النفسي او بنتريق او بنتكسف. اقل واحد عنده زباين الطبيب النفسي. انا عندي صديق والله الفتره دي طبيب نفسي بيقول لي ما تيجي تزورني، قلت له يا عم اخرج من عندك. اقول لك على حاجه، الفتره دي دكاتره النفسيين شغالين كويس، كلنا بقينا عرفت ازاي؟ لا كلنا استوينا من حاجات بره الشغل وجوه الشغل في حياتنا. والله يعني احنا تمام قوي كده بقى، كفايه بقى كده والنبي. فالمطلوب فعلا طبيب نفسي. يعني امتى يتكلم مع اللاعب بعد اخفاق، يتكلم مع اللاعب. برضو خلي بالكم برضو احنا مبالغين شويه في مدحنا ومبالغين شويه في ذمنا. يعني لعيب يطلع يجيب جون، الله ميسي ومش يا جدعان، ده اللعيب بره بيقعد بيلعب وبيبقى احسن لاعب. على فكره ده ما كانش حاصل زمان ايام ما كان في صحافه رياضيه بس. لكن دلوقتي طبعا وعامل قصه. انا دلوقتي في اسماء بتظهر، ده في يمكن لعيبه عالميين في الدوري المصري اكتر من اللعيبه العالميين اللي بره. صحيح. وده سلاح ذو حدين، سلاح في لاعب يستوعب فكره ممكن يبقى في افساد للاعب اصلا. هو وده بيخليه يعني مش عايز اقول لك ان في نماذج حصلت، في مدير فني بيقول للاعيبه انت ما اسمكش كذا، لا انت اسمك كذا الاصل اللي في شهاده الميلاد، عشان خاطر ما تحطش في دماغك انك انت اللعيب العالمي. اللعيب العالمي ده ليفل تاني خالص، انا اللي طلعوا عليك عشان خاطر انت ايه يعني تحس بنفسك شويه، انك مش تدمر نفسك مع الاسف الشديد يعني.